سيدنا السلام عليكم، رمضان كريم وعواشركم مباركة مسعودة. مرحبا بكم في الحلقة 13 من برنامج زوم على التاريخ. قصتنا اليوم قصة غريبة ومثيرة وعجيبة. حكايتها كتبدأ مع واحد الشاب مغربي عايش في انجلترا، كان بطل رياضي في فنون القتال المختلط، ومن بعد غادي يتحول لمجرم وسارق ديال الاموال. غادي ينفذ اكبر عمليه سرقه في التاريخ على طريقه لا كازا دي بابيل. بطل حلقتنا اليوم هو ابراهيم لي موراي العمراني. تزاد ابراهيم العمراني سنه 1977 بلندن من ام بريطانيه واب مغربي، كان حاضر من سيدي افني. كبر لي موراي العمراني في احد الاحياء الهامشيه اللي كانت معروفه تما في لندن بالعصابات وبالتجاره بالمخدرات، وكان هذا الحي اول خطوه ديالو في طريق الاجرام. من بعد ما غادي يمشي ابراهيم العمراني للمدرسه، غادي يتعرف ويربط صداقه مع جوج الاشخاص، اولهم الزوجة ديالو اللي تعرف عليها في المدرسة، والصديق الثاني ديالو هو بول آلان اللي غادي ينفذ معاه عمليات إجرامية وغادي يدخل معاه للتاريخ من أضيق أبوابه. غادي يدخل إبراهيم لي موراي العمراني لعالم الإجرام وهو باقي في سن صغيرة، حيث غادي يكون واحد العصابة صغيرة في الحي اللي كان كيسكن فيه، ويولي ديما محارب مدابز مع عصابات اخرى، ويدخل في التجاره في المخدرات، في عمليات ديال السرقه ديال النهب. داكشي كان صغير. لي ابراهيم موراي العمراني غادي يدخل لاصال باش يقوي البنيه الجسمانيه ديالو، وغيبدا يتريني الام ام والكيج فايتين، وغيحقق بطولات محليه وحتى قاريه ودوليه، وكانت كتسميه الصحافة البريطانية بالبطل الصاعقة أو البطل الفضائي. لكن المسيرة الرياضية ديالو غادي توقف من بعد ما غيضربوا واحد السيد بموس داخل علبة ليلية وهو سكران، وباش يدير الفلوس بسرعة ودغيا يولي غني، غيفكر في طريقة سهلة باش يربح الأموال. فشنو هي الطريقة اللي غادي يفكر فيها هو بول آلان؟ فغيفكروا انه يكونوا عصابة ويشفروا شركة ديال نقل الاموال اللي كتسمى سيكوريتاس، كاينه في بريطانيا، وغيحاول انه ينهب كاع الاموال اللي كاينين تما. مي ابراهيم موراي العمراني ما كانش عارف شحال ديال الاموال اللي كاينين تما، وعلى طريقة الافلام غادي يجمع ابراهيم العمراني افراد العصابه اللي غيشاركوا معاه في هذه العمليه ديال السطو، وهما ما كانوش عارفين بانها غادي تكون اكبر عمليه سطو في التاريخ. فمده 6 شهور وهما كيخططوا كيدبروا كيفكروا كيحطوا البلانات، عرفوا ودرسوا الخارج ديال الشركه شحال ديال السيكوريتي كاينين، شحال ديال البوليس كيدوزوا، وقتاش كيتبدلوا هاد رجال الامن الخاص، وقتاش كيدخل المدير عدد سميتو، ولكن ما كانوش عارفين الداخل ديال الشركه شنو جاري فيها وشنو كيفاش كيخدموا، عدد الموظفين ما كانوش عارفين بالضبط شنو واقع الداخل. هنا غادي يجيبوا واحد الموظف اللي كيشتغل في هذه الشركه ديال نقل الاموال سيكوريتاس واللي سميتو امير حسين، وغادي ينضم لعصابه ديال ابراهيم موراي العمراني. هاد الدور ديال الامير حسين شنو هو؟ هو انه ملي غادي يمشي للخدمه غادي يثبت مجموعه
ديال الكاميرات وغينستاليهم تما وغيسجل الكبيره والصغيره داخل مقر الشركه. من بعد غيجيب لهم لي كارت ميموار ديال هاد الكاميرات وغيفرغوهم وغيتفرجوا في شنو كيدور لداخل الشركه وغيزيدوا الخطه ديالهم كيفاش غيدخلوا من بعد ما غيدخلوا لداخل كيفاش انهم يخرجوا الاموال. فكيف ما قلنا انهم لوقيته وصلوا في الدراسه كيفاش غيخرجوا الاموال غيستعنوا بواحد الشخص اخر اللي سميتو لي رشا. هاد لي رشا كان كيشتغل في واحد المحل ديال البيع السيارات المستعمله والكاميويات، فهو اللي غيدبر لهم في الطوموبيلات باش غيديروا هاد العمليه ديال السطو وغيجيب لهم الكاميو فين غينقلوا هاد الاموال. من بعد ما جمعوا المعلومات الكافيه وفيناو الخطه ديالهم ووقفوا على الكبيره والصغيره واتفقوا على موعد ديال باش ينفذوا هاد العمليه ديال السطو، غيوليو يتبعوا المدير ديال شركه سيكوريتاس اللي هو كولين ديكسون. فشنو غيديروا؟ غيديروا واحد البراج وهمي ديال البوليس، غيكون واقف فيه ابراهيم العمراني وبول الان ولابسين لباس ديال البوليس، وغيخليو حتى يدوز حداهم المدير ديال الشركه اللي هو كولين ويوقفوه، غيقولوا ليه بانك راه تلونسيتي من عند الرادار وانك كنت غادي بواحد السرعه كبيره ودابا راه ما يمكنلكش تسوق السياره ديالك، خصك دابا تمشي معنا للمخفر ديال الشرطه. غادي يقنعوه وغادي يركب معاهم في السياره ديال الامن الوهميه، ولكن ما غيديوش للكوميساريه، غيديوه لواحد الفيرما اللي هي مهجوره، تما غادي يربطوه في واحد الكرسي وتما غيعرف كولين بانه تعرض لعمليه الاختطاف وبان هاد الناس راه ماشي بوليس ولكن راه مجرمين. في الوقت اللي كان كولين ديكسون مع ابراهيم العمراني ومع بول الان في ديك الفيرما المهجوره، ففي نفس الوقت كان افراد ديال العصابه الاخرين كانوا في المنزل ديال كولين ومشاو كيدقوا على الزوجه ديالو. من بعد ما حلت لهم قالوا ليها ان الزوج ديالها راه دار حادثه سير خطيره وانه راه تنقل للكوميساريه وانها خصها تمشي معاهم دابا. غادي يجيبوا الزوجه ديال كولين والابن ديالو وغيديوهم لديك الفيرما. من بعد ما غادي يجيو غادي يواجهوا كولين بالزوجه ديالو والابن ديالو وغيقولوا ليه الا ما نفتش التعليمات ديالنا كيف ما قلنا لك فغادي مرتك وولدك غيموتوا حداك هنايا. بطبيعه الحال فكولين خاف على مرتو وعلى ولده وغادي يدير داكشي اللي قالوا ليه. هاد العمليه ديال السرقه وصل الوقت باش تنفذ، غادي تنفذ نهار 22 فبراير 2006 مع الوحده ديال الصباح. فغادي يمشي افراد العصابه وغيديو معاهم المدير ديال شركه سيكوريتاس كولين طبيعه الحال، لانه الشركه فيها كاميرات متطوره، فيها اجهزه انذار حتى هي كذلك متطوره، وفيها رجال الامن الخاص كثار. ملي غادي يوصل كولين الباب ديال الشركه غادي يشوفوا رجل الامن الخاص، فالمدير غادي يخليه انه يدخل. من بعد ما غيبغي يدخل كولين ديكسون للشركه فغادي تقتحم العصابه بجميع الافراد ديالها المقر ديال سيكوريتاس، وغادي يجمعوا كاع الموظفين اللي كاينين في ذاك الوقت وغيديهم لواحد البيرو وغيسدوا عليهم تما، واللي ما نفذش التعليمات قالوا ليه غادي تموت هنايا. فافراد العصابه من بعد ما سدوا على الموظفين بداو كيجمعوا في الفلوس، لكن ما كانوش كيعرفوا بانهم غادي يلقاو الاموال الساحقه تما. فلقاو 260 مليون دولار زيد عليها السبائك ديال الذهب، لكن هما يلا جمعوا 92 مليون دولار وخلاو اكثر من 100 مليون خلاوها تما في الشركه حيت ما عندهمش فين غيديروها. فغيديروا الفلوس في الكاميو اللي جاب لي رشا تما غيبداو يعمروا ما فغيعمر الكاميو ما غاديش يقدروا يزيدوا
وغيركبوا كل في الطوموبيلات وفي الكاميو وغادي يهربوا. في ذيك اللحظه غادي يستطع كولين ديكسون انه يهرب في من البيرو اللي مخبي فيه ويضغط على جهاز ديال الانذار. طبيعه الحال فاشاره الانذار غادي توصل للشرطه وغادي تجي، وهنا غادي تباشر الشرطه تحقيقات الاوليه ديال هاد العمليه السرقه. فغادي يبداو بالموظفين، غادي كيفاش شكون هاد الناس، كيفاش دخلوا، شكون اللي جابهم. غيبداو مع طبيعه الحال مع المدير الشركه اللي هو كولن، غادي يقول لهم القصه كيفاش طرات. هو انه وقفوه جوج ديال البوليس في واحد الباراج، وانه من بعد غادي يديوه لواحد الفيرما. هنا البوليس الانجليزي فطن لواحد القضيه، ان هاد الناس بجوج اللي داروا الزي ديال البوليس وتخفاو انهم بوليسيين، فطبيعه الحال غادي يكون وجههم مكشوف. لكن واحد المحقق ينبههم بانه يقدر ان هاد الناس راه خباو المعالم ديالهم وداروا المكياج، وكاين اللي زاد المسطاش، كاين اللي زاد اللحيه، خصوصا ان كولن قال لهم بان واحد راه كان داير المسطاش وداير اللحيه. فغادي يبداو تابعين الخيط ديال خصوصا هاد الناس اللي كيديروا الاخفاء ديال المعالم ديال الواج وديال المكياج وهذا. غيطيحوا على واحد الميك اب ارتست سميتها ميشيل ار، وغادي يمشيو يبحثوا معاها ويمشيو عندها للمنزل. في المستودع ديال المنزل ديالها في لاكاف غادي يلقاو شيء غريب، واحد ديبو كبير اللي فيه الاف ديال المكياج، الاف ديال لي ماسك، الاف ديال الحوايج اللي كنغطيو بهم المعالم ديال الوجه، لي بيروك ديال الشعر. غيقول ليها ها شنو ها شنو، غتقول لهم فعلا راه جاو عندي واحد الجوج وبغاو يديروا انهم غيمثلوا فيلم، قالوا ليا وانهم بغاو لي ماسك ديال البوليس، واحد ديال المسطاش وواحد ديال اللحيه، ولكن راه ما قالوا ليا والو، وانا راه ما عندي دخل معاهم في هذا الشيء. ولكن بقى دائما تحت المراقبه وشاكين فيها. البوليس البريطاني غادي يطيح على واحد جوج سيارات تحرقوا. من بعد البحث على هاد السيارات وشكون مولاهم وديال من هادو، غيكتشفوا ان هاد السيارات جاو من واحد المحل لبيع السيارات المستعمله. غادي يمشيو ويبداو البحث ديالهم عاوتاني تما ديال فهاد المحل ديال السيارات. كيفاش هذا هذا هذا، غيطيحوا على واحد الكاميو تما اللي مولاه هو اللي راشها. وكيف ما عرفنا ان هاد اللي راشها هو اللي جاب لهم السيارات والكاميو، فين داروا الفلوس وفين هربوا. غيبداو يحققوا مع اللي راشها وغيمشيو عندو المنزل ديالو. لكن كيف ما كنقولوا بان المجرم ضروري ما يخلي شي خطا في معالم الجريمه ديالو. بعد ما غيمشيو معاه للمنزل غادي يلقاو باقي معلق الخريطه ديال سيكوريتاس ديال ديك الشركه وديال داك الميبيان وعدد الموظفين، كلشي مكتوب في ديك الورقه. هنا دليل اكيد ان لي راشا عنده يد في هذه السرقه، وانه واحد من افراد العصابه طاحوا عليه. غيبداو معاه التحقيقات كيفاش ما كيفاش. هنا غادي يعترف لهم بواحد الشخص اللي سميتو لي العمراني، راه هو المدبر ديال هذه العمليه. فشاف العصابه عرفوا واحد من افراد العصابه اللي هو لي راشا. ومن بعد ما غادي يبداو يهضروا معاه على الطوموبيلات، شحال لي ديتاي ديال السرقه، غادي يلقاو واحد السياره كانت ديجا دارت واحد الحادثه سير، وغادي يمشيو يقلبوا هذيك السياره. هنا القدر غادي يلعب لعبته. فابراهيم العمراني نسى واحد التليفون في هذيك السياره، لانه هو اللي كان صايقها ملي دار الحادثه. مي غيقلبوا التليفون غيلقاو فيه واحد التسجيل ديال مكالمة هاتفية ما بين إبراهيم العمراني ولي راشا لمدة ديالها 5 دقائق.
فهذه كانت دليل قاطع على ان الرأس المدبر ورئيس العصابة ديال هاد السرقة ديال شركة سيكوريتاس هو ابراهيم لي العمراني. وكانت هاد التسجيل ديال المكالمة هي الدليل القاطع في الإدانة ديالو. البوليس الإنجليزي غيبداو البحث على لي العمراني والصديق ديالو بول آلان. غيبداو يقلبوا فين مشاو فين جاو، غيكتشفوا أن ابراهيم العمراني وبول آلان هربوا للمغرب، جاو للمغرب. وطبيعة الحال لأن إبراهيم العمراني عنده جنسية مغربية، فكان سهل عليه أنه يدخل للمغرب، وبول آلان دخل كسائح للمغرب. من بعد ما غيجيو للمغرب غادي يشري إبراهيم العمراني واحد الفيلا بالضبط في منطقة السويسي في الرباط، وغيعيش حياة البذخ، ويبدا يخسر في الفلوس، لان الحياه في المغرب ماشي هي الحياه في الانجليز. فاذا كانوا هذوك الفلوس غادي يعيشوه مده 15 عام في الانجليز، فهنا في المغرب غادي يعيشوه 100 سنه. ابراهيم العمراني وبول آلان غيوليو دائما كانت مصاهرات، كيمشيو يسهروا في لي بواط دو نوي، ديما سكرانين، الفلوس موجوده، ما كان غير خسار، ما كاينش المشكل. من بعد شهر دخولهم المغرب وعيشتهم حياة البذخ هنا في مدينة الرباط، غيتم الإلقاء القبض على صديقين إبراهيم العمراني وبول آلان. هاد الأخير غيتم تسليمه للشرطة البريطانية، حيت عنده جنسية إنجليزية. لكن إبراهيم العمراني غادي يتحاكم هنا في المغرب، لأن طبيعة الحال عنده جنسية مغربية. غتحكم عليه المحكمة المرة الأولى بعشر سنين ديال الحبس، لكن من داخل الحبس غيحاول إبراهيم لي موراي العمراني أنه يهرب عدة مرات. وفي داخل الحبس لقاو عنده حاسوب مزود بالإنترنت، حيت كان كينسق مع العصابة على برا، ودخل في واحد الحمية باش ينقص الوزن ديالو ويهرب من واحد الشباك ديال السجن. لكن واحد السجين كان تما كان دائما ما كيدخل خلسة للزنزانة ديال إبراهيم العمراني، وكيسرق ليه البيسكوي، كيسرق ليه الماكلة، وهذا واحد النهارات غيسرق ليه البكية ديال الكارو. داخل البكية الكارو غيلقى الخطة ديال الهرب ديالو من السجن، فغادي يسلم هاد الاوراق للمدير ديال السجن، اللي غادي يسلمها رجال الامن. غيتعاود المحاكمه ديال ابراهيم العمراني، وتحول المده السجنيه ديالو من 10 سنين ل 25 سنه. وبهذا غادي تكون هاد العمليه ديال السرقه اللي قام بها ابراهيم لي موراي العمراني هي اكبر سرقه في التاريخ، واللي تسمات في الصحافة سرقة القرن. فالفلوس اللي سرق إبراهيم لي موراي العمراني تلقى منها واحد الجزء بسيط، لكن الجزء الأكبر باقي لحد الساعة ما تلقاش، واش مخبية، واش عند أفراد العصابة، واش عند الزوجة ديالو، الله أعلم. هنا حلقتنا سالات، خليت لكم لهنا والراحة. ما تنسوش ديروا ابوني لاشين وتفعلوا زر الجرس.